المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة النصر 24، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو يلتقي وفد مجموعة بوفيدا الاستثمارية الأنغولية. رئيس مجلس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك يؤكد عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين السودان والإمارات خصوصا في المجالات الاقتصادية. الأمم المتحدة تجدد قلقها إزاء الأوضاع المأساوية بسوريا، وتؤكد أن أكثر من 11 مليون سوري في حاجة للمساعدات الإنسانية. مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب يؤكد أن تنظيم داعش لديه القدرة الكبيرة للحصول على الأموال بشتى الطرق. كانت هذه العناوين، وإلى تفاصيل نشرة الأخبار من قناة النصر 24. رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو يلتقي وفد مجموعة بوفيدا الاستثمارية برئاسة توماس دبور، الذي أكد عن نية المجموعة الاستثمارية في تشاد وفي شتى المجالات لا سيما قطاعي المالية والزراعة وتعزيز التعاون الكامل بين تشاد وأنغولا. هذا وأطلع رئيس وفد بوفيدا الاستثمارية رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو على تطورات صاحبت تعزيز التعاون بفتح المصرف الأنغولي بإنجمينا، بما يساهم في تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة التبادل التجاري القاري الحر. انطلاقة أعمال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بتشاد دورة عام 2019 في نسخته الثالثة تحت شعار ريادة أعمال شاملة من أجل تنمية متكاملة لصالح الشعب التشادي. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وصف البلاد بأنها تتمتع بموارد طبيعية وأيدي عاملة، الأمر الذي يسمح بالتنوع الاقتصادي، وأن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال عبر تمويل المشاريع. ممثل الأمم المتحدة لتنمية السكان قالت إنه خلال اللقاء الذي عقد بنيروبي أشاد المشاركون بالتزام دولة تشاد في ترقية الأعمال وتحسين البيئة المعيشية للمواطنين. التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك بمكتبه بمجلس الوزراء وفد دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة وزير الطاقة والصناعة بدولة الإمارات سهيل محمد المزروعي، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور إبراهيم البدوي. وبحث اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وتطوير الاستثمارات الإماراتية بالسودان خاصة البنية التحتية. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل، تسلم رئيس مجلس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك بحضور وزير الرعاية الاجتماعية لين الشيخ ووزير الصحة، تسلم من الطفلة ماريا البالغة من العمر 12 عاما احتياجات أطفال السودان، معبرة عن أهمية إحلال السلام بكافة المناطق والاهتمام بقضايا معاش الناس ومعالجة الأزمة الاقتصادية ومنع معاقبة الأطفال بالمدارس. وعبر حمدوك عن تبني حكومة الفترة الانتقالية برامج تدعم الاستقرار بالسودان وتهتم بقضايا الأطفال. ضمن زيارات رئيس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك على ولايات السودان وعلى خلفية الأحداث الأمنية بين القبائل بشرق السودان، بدأ دكتور عبد الله حمدوك زيارة إلى ولاية البحر الأحمر للوقوف على الأحوال الأمنية لاتخاذ التدابير اللازمة تجاه بسط الأمن ومنع تجدد الصراعات القبلية التي بدأت تنشب في شرق السودان. عقب حالة من التوتر سادت مدينة بورسودان طوال أسبوع كامل، وقعت أطراف النزاع بمدينة بورسودان الهدندوة والبني عامر وثيقة الصلح بحضور عدد من الوزراء الاتحاديين ووفد من قوى الحرية والتغيير. الحكومة دعت كافة القبائل لنبذ العنف والمحافظة على كيان إنسان الشرق ومستقبل أجياله والتوجه نحو التنمية عبر الاستغلال الأمثل لثروات الولاية ومحاربة الفقر والجوع والمرض الذي أنهك الولاية كثيرا. هذه الولاية ولاية
جامعة وولاية تمثل الوحدة الوطنية، وأهلها يمثلون الكرم الأصيل والترحيب بالآخر والتعاون معه والتآخي معه. إن المظاهر التي ظهرت خلال الشهور السابقة هي مظاهر يجب أن تحارب مننا جميعا. وتشكل الإدارات الأهلية من عمد ونظار العنصر الأقوى لتعزيز الأمن، هذا ما قاله اللواء إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي الذي ثمن دور الإدارات الأهلية الفاعل في توقيع الاتفاق في وقت وجيز حقنا للدماء وإعلانا لقيم التسامح. شخصنا المسألة وحددناها، تحدث كل واحد فينا بكل ما يملك من معلومات تشخيص دقيق، ووضعنا حلول. حلول على المستوى القصير تمثلت في 11 نقطة الآن جاري تنفيذها. هذا الاتفاق والتوقيع عليه يمثل نهاية لنزاع مسلح أدى لمقتل 9 أشخاص وجرح أكثر من 40 شخصا. الأمر يشكل خطورة كبيرة على النسيج الاجتماعي المتسامح بالولاية، ويبقى نجاحه مرهونا بالتزام الأطراف والمحافظة عليه والتكاتف والتعاضد من أجل التنمية وتعزيز مصالح مواطني الولاية. عالميا، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن الرئيس حسن روحاني أعلن انتصار الحكومة على الاضطرابات التي اهتم أعداء أجانب بإشعالها، وذلك بعد احتجاجات هزت البلاد بعد ارتفاع أسعار الوقود، هذا وعلى بعد 50 كيلومترا غربي العاصمة الإيرانية طهران، حيث مقاطعة شهريريا تظهر آثار الغضب الذي اشتعل في المنطقة إثر قرار الحكومة برفع أسعار الوقود المفاجئ. وقام المحتجون بإحراق المحال التجارية الحكومية والخاصة، كما دارت مواجهات دامية بين الشرطة والمواطنين أدت لسقوط قتلى وجرحى. عبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها بشأن التقارير عن سقوط قتلى خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران. من جهتها طالبت الخارجية الأمريكية قادة النظام الإيراني باحترام الشعب ورفع حظر الإنترنت. قال السيناتور الأمريكي الديمقراطي باتريك أنه يشعر بقلق بالغ حول الأنباء التي أفادت بسقوط قتلى خلال الاحتجاجات في إيران، وطالب إيران باحترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان. بالغ وأعبر بثقة تامة عن قلقي تجاه نزع الحقوق من المواطنين الإيرانيين جميعهم بمن فيهم النساء. جددت الأمم المتحدة قلقها بشأن الأوضاع المأساوية بسوريا، وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن أن أكثر من 11 مليون سوري وأكثر من 6 ملايين نازح بحاجة إلى المساعدات، وصرحت الأمم المتحدة بضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي. قال مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، قال إن تمويل تنظيم داعش سيتحول إلى الأرجح من التمويل المركزي في العراق وسوريا إلى نظام موزع بشكل كبير عقب مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي. وصرح المسؤول الأمريكي أنه لا تزال لدى التنظيم القدرة على الوصول إلى ملايين الدولارات، متوقع أن يعتمد داعش على أجهزته الإقليمية المختلفة من أجل اكتفاء ذاتي أكبر، خاصة الأموال المحصلة من الفديات. انتهت نشرة الأخبار، ولمن فاتهم متابعة الأخبار بالتفصيل أعود ثانية فأذكر بما جاء في مقدمة النشرة. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يلتقي وفد مجموعة بوفيدا الاستثمارية الأنغولية. رئيس مجلس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك يؤكد عمق ومتانة
العلاقات الثنائية بين السودان والإمارات خصوصا في المجالات الاقتصادية. الأمم المتحدة تجدد قلقها إزاء الأوضاع المأساوية بسوريا، وتؤكد أن أكثر من 11 مليون سوري في حاجة للمساعدات الإنسانية. مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب يؤكد أن تنظيم داعش لديه القدرة الكبيرة للحصول على الأموال بشتى الطرق. انتهت نشرة الأخبار عبر قناة النصر 24 الفضائي. حتى الملتقى في مساحة إخبارية قادمة، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.